الإسلام يوصي مثلا مثل في موضوع الأمانة وحفظ الأمانة، شو طاوا في الإسلام وين وداعش وين؟ هاي النماذج اللي جابلنا إياها أوباما وهيلاري كلينتون والدول الإقليمية اللي معاهم. علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام الذي أسر في كربلاء وسبي مع النساء في كربلاء وعذب وقتل أبوه وإخوته وأبناء إخوته وأبناء عمومته أمامه. يقول ما مضمونه: لو أن قاتل أبي الحسين وضع عندي السيف الذي قتل به أبي الحسين أمانة لرددتها إليه. الدين هذا الإسلام.